كوم اكتوتك، البرنامج الوحيد في الجزائر اللي يخليكم تكونوا ديما برونشي مع العالم الرقمي. واليوم جيناكم بتقرير مفصل على الدرون بكل انواعهم، انزوم على اللوجيسيال فيرتشوال بوكس اي لو سيت بوكس، بلا ما نساو لو تاش تاع اللعبه الشهيره اساسن كريد اي لا كيستيون اي لاستيس دي جور، وكل هذا بعد هذا الجينجر. بعد لا واي فاي والانترنت سون فيل، دوك خرجت لا ليفي. هاد لا تكنولوجي تقترح الانترنت بفضل مصباح LED، وي مصباح، حيث لي دوني ما ولاوش يتبعثوا بالدبدبات ولكن بالفوتونات. هاد لا تكنولوجي تعتبر ثورة حقيقية في مجال البحث المعلوماتي. أرولد آس، الانجينيور الألماني اللي اقترح علينا هاد لا نوفيل تكنولوجي واللي سماها لا ليفي، حيث أن هاد لا تكنولوجي تعتمد على دي سامبل زامبول LED، على خاطر هاد المصابيح تتطفى وتشعل بمعدل يفوق المليون مرة في الثانية. اي بيان سور ما نقدرش نشوفوا هذا الامر بالعين المجرده، ويكمن ابتكار هذا الاختراع في استعمال هذا السينيو لومينو لارسال المعلومات، وذلك بتحويل لي دوني تاع النت باغ اكزومبل الى دي سينيو لومينو. وهذه لا تكنولوجي عندها دي بي اكبر بكثير على الواي فاي، وكل هذا بلا ما نمروا لي زون، وهذا يعتبر فارق كبير بالنسبه اللي عندهم حساسيه لزون. وحتى اننا نقدر نفتحوا امكانيات استعمال الانترنت على مثل الطائرات بلا ما نشوشوا لي بروغرام دو كوموند تاع الطيار. واذا طبقت هاد لا تكنولوجي في حياتنا اليوميه راح تطوروا لو موند، على خاطر راح تحولوا 14 مليار مصباح الموجوده في العالم الى نطاق غير منتهي من المعلومات، وهكذا نكونوا ديما كونيكتي. القرن 21 معروف بموجة التغيرات اللي قاست كاع لي دومين، ومن بينها كاين لي درون. تابعوا انواعهم ومجلات استعمالهم في هذا الفي تي ار. لي درون هما أجهزة مصنوعة باش تطير بدون طيار على متنها، وذلك بفضل التكنولوجيا الموجودة فيها، وعندها نطاق واسع من الاستعمالات، ومن أهمها كاين لي درون دو كومبا. في أغلب الحالات مستعملون من طرف الجيش أو قوات الأمن، واستعمالهم يعرف نجاح كبير، حيث أنهم يخلوا السائق في أمان وبعيد عن مناطق الاشتباكات، وكل هذا في وقت بقوة نار فائقة الدقة، وان يخليه يكون سلاح لا يستهان به في العمليات العسكرية. ومؤخرا لي ملتي روتور ربحوا